السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم أو كوين ريم سوبريم. إيش أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم فيديونا شوي مختلف، حسوي لكم فيديو عن مشترياتي للسيارة من موقع فور ديل. فبما أن قناتي هذه هي فيديوهات أكل وكله في السيارة، فقلت أسوي لكم فيديو مشترياتي للسيارة نفسها، أوريكم الأشياء ترى مرة مهمة للبنات بشكل خاص وللشباب بشكل عام. بما أنكم أنتوا بدأتوا تسوقوا ففي أشياء ضروري تعرفوا عنها خاصة بالسيارة. بس قبل ما نبدأ اعملوا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس ويلا نبتدي. طيب أول المشتريات، طبعا في أشياء اكسسوريز للسيارة وفي أشياء ضرورية تتناخذ معكم في السيارة. تبغى نبدأ بالإكسسوارات؟ يلا نبتدي بالإكسسوارات. فنجي لأول المشتريات. اشتريت هذا الستورج، حاجة كذا تتعلق خلف المقعد السائق أو خلف هذا. في هذا الستورج تقدروا تحطوا مناديل، تقدروا تحطوا أكواب هنا أو هنا، وهذه جيوب أيضا، جيبين كبيرة. فشوفوا شكلها مرة يعني رتبت المكان، كان كل شيء مقربع هنا، فشالت السيبيك أب والمناديل المعطرة، يعني حلوة في الرحلات. في طبعا تعرفوا السيارة ناكل فيها كثير، ف حبيت مرة وحسيتها رتبت لي السيارة. Alright, now نجي لثاني شيء. طبعا هذا حامل المناديل، أو ما أدري كرتون المناديل حطوا فيه، وجايب مناديله جوا. فهذا الشيء الحلو في الموضوع، يعني يرسلوا لكم هذا الشيء مع مناديل. ففين تنحط هذه؟ في ال يسموها هذا اللي في المراية، فيها مشابك من وراء ينفتح كذا دخلوها في المراية. أوريكم معايا زي كذا بهذا الشكل وخلاص. شوفوا مرة مرتب، لونه كشخة. فهذه مرة شغلة حلوة، بدل ما المناديل دائما أحطه هنا. شوفوا هذا مناديلي، فمن الآن ورايح حيكون المكان مرتب أكثر، وأعلقها هنا فوق. طيب أحط الكاميرا هنا لأنه كل شوية جالسة أفك الكاميرا، نرجع لوضعيتنا القديمة. عارفين فاكرين زمان كنت أحط الكاميرا كذا. اللي بعده طبعا اشتريت نظارة من عندهم، نظارة خطيرة يا جماعة، ما تصورت انها تجي بهذا الشكل. فهذه هي النظارة، شوفوا شكلها، خلينا اسوي لكم زوم ان على التصميم. شوفوا كيف موديلها، كمان كمان يا كاميرا، يبغى لي كاميرا جديدة. هذه هي النظارة، شوفوا كيف مرة تصميمها حلو 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 حلو، حبيت. بس أنا عادة ما أشتري نظارات أونلاين، لازم أحب أجرب، بالذات وجهي مرة صعب إنه ألاقي نظارة كويسة. فخلينا نجرب هذه. الله الله ماي جاد، شايفين كيف شعري طال، صار زي الباروكة، إذا فاكرين الباروكة اللي كنت ألبسها. اللي بيسأل إيش أستخدم، زيت خروع مع كوكونات اويل اللي هو زيت الجوز الهند، فخلطوهم سوا. احس ما ادري شعري قاعد يطول بسرعه. يعني هو قولوا لي رايكم بالنظاره يا جماعه، وما هي غاليه مره، $10. شايفين مره I like it a lot. اوكي طيب، هذه النظاره تحتاج حاجه تمسكها صح، فاشتريت حاجه تمشي مع النظاره او تمسك للنظاره. فهذا الشيء يجي زي كذا شكله، شايفين؟ اوكي، وفي هذا الكليب هو اللي يمسك في ذا الشيء. اوكي تقدروا تحطوا نظارة هنا وتحطوا شيء ثاني هنا، اوراق او ظرف، وايضا تميل، يعني تقدروا تلفوها بهذا الشكل بشكل عرضي. فركب بهذا الشكل، هذا هو منظرها. بس تفتحوها كذا تحطوا النظارة، نايس. Alright. شايفين يعني اعتبروا هذا الظرف ماسكته جدا بشكل جيد. فنجي للي بعده، اشتريت هذا الشاحن، هو شاحن يشحن البطارية. فاذا السيارة حقتكم انتهت بطاريتها او البطارية مش شغالة وتحتاجوا اشتراك، هذا هو صديقكم الصدوق يا جماعة. اشتروا هذا الجهاز تشحنوه، هو يجي معاه سلك شاحن ينشحن في البيت، وبعدها الجهاز هذا تخلوه في السيارة في الشنطة. لا سمح الله انتهت البطارية، ما اشتغلت السيارة، مو راضية تشتغل، في البطارية السيارة في شحنة موجبة وسالبة، احمر جزء كذا احمر وجزء اسود.
فالكليب الأحمر يجي على الشحنة الموجبة اللي لونها أحمر. حين يكون غطى وفي سيارات مو مغطى بس أنا سيارتي فيها غطى، فأشبكوا الكليب هذا في الجزء الأحمر. بالنسبة للكليب الأسود أشبكوها في أي حديد، وبعدها تطلع لكم أرقام هنا طيب، وبعدين تضغطوا repair عشان يسوي recharge. طيب في حاجة حبيت أيضا أنوه عليها، إنه الأفياش حق الشاحن بالنسبة لشاحن البطارية الفيش حقه يجي كذا، فتحتاجوا فيش محول يسمونه. اشتريت منهم أيضا محول يركب في لما نروح ألبانيا، أي دول أوروبية أو السعودية، إذا عندي مثلا استشوار أحتاج أستخدمه ما يركب في أفياش السعودية. فهذا هو شكل الفيش، يجيكم أفياش مختلفة، وهنا على حسب البلدان تضغطوا أوروبا أو أمريكا، هذا شايفين، وتضغطوا الزر هذا عشان تقدروا تدفوا، فتضغطوا الزر عشان يرجع. أستراليا، في أستراليا وفي يونايتد كينغدم وفي يوروب وفي USA. حلو اني طلبته لانه ما كنت قدرت اشحن البطارية لو ما اشتريت هذا، يعني مسين، ف it was a good idea. Alright guys، اللي بعده هذا من اختيار ديميتري. قال حلو الجهاز هذا، مكتوب عليه Foxwell Official Store. فهذه قطعة يا جماعة، خلينا نقرب لكم عشان بس تشوفون، هذه قطعة جدا صغيرة، شوفوا كيف شكلها، وجدا خفيفة طيب، بس فايدتها جدا كبيرة، فإنها لو حصل لكم خلل في عداد السيارة، يطلع لكم أحيانا في شيء في البطارية أو في شيء في الإضاءة أو في شيء في المدري إيش، تطلع أحيانا خلل في السيارة بس ما يقول لكم إيش بالضبط أحيانا. فهذا الجهاز تنزلوا الأب حقه على الجوال وتشبكوا فين، ينشبك تحت الدركسون في فتحة زي كذا شكلها، وعلى جوالكم تشوفون بالضبط إيش المشكلة عشان تعرفون إذا تبون تصلحونه أنتم بنفسكم أو تروحوا للمحل وعشان تتأكدوا إنه تشخيصهم نفس اللي جاء في الجهاز. عرفتوا؟ ما يضحك، ما حد يضحك عليكم. أوكي، في هذه أيضا سيل ستاند، هذا الشيء ينشبك فين؟ في رقبة المراية هنا طيب، فحأشبكها لكم في الأول وأوريكم. أوكي. وهذا يثبت من هنا، شايفين؟ كذا طيب، شوفوا كيف شكله، واو مرة مرتب. ليش هذا؟ للجوال. ففي حاجة انتبهت لها انه فيكم هذا تمددونه كذا ويصير منخفض. اول كنت اصور، قاعدة اصور ظهر المراية، فقلت ايش هذا مرة قصير، بس طلع انه ممكن تمددونه من هنا. خلينا نكلم امي. هلا امي. One eternity later. طيب اللي بعده، اشتريت ايضا اكياس زبالة الله يكرمكم. هذه اكياس قلت نحتاجها، احنا نروح مطاعم وعندنا طفلين في السيارة، فمهم ان يكون عندنا اكياس مرة كيوت، حبيت حجمها وايضا انتو كذا يعني تعلقونها. ففي هنا مادة لاصقة، ما ادري قد ايش يعني يتحمل ثقل الاشياء، هذا بس للمناديل عرفتوا، فيعني حسيتها حاجة ممكن الواحد يستفيد منها، مو شرط يعلقها، بس لما يكون تحتاجون كيس زبالة الله يكرمكم عندكم أكياس زبالة للسيارة. Alright guys، نجي للي بعده. طبعا هذا شيء يخص تنظيف السيارة، فعندهم لقيت الفرشة هذه، خلينا نفتحها، شايفين جهة فرشة والجهة الثانية مايكروفايبر تدخل كده في ريش التكييف، مرة حلوة في تنظيف السيارة، لأنه مهما حاولت تنظفون جوا ما في شيء يدخل جوا. وطلعت لي أشياء كذا هنا جوا، مرة حلو، فحلو للناس اللي يحبوا تنظيف عميق. أكيد كلنا نحب تنظيف عميق. صراحة مرة حبيت الفرشة هذه، فنبغالي أحتفظ فيها في مكان يمكن هنا عشان وقت التنظيف. طيب نجي الآن لآخر منتج اشتريته لي، ريحة السيارة. طبعا مستحيل نشتري كل شيء وما نعطر السيارة، فاشتريت هذا مكتوب عليه انه بريحة الليمون،
لانه تعرف ريحه ليمون ريحه فريش. عندهم تشكيلات كثيره بس انا اخترت هذا انثوي. هذا ترى صبغه صبغت شعري وجعلي يدي مو راضي يطلع. فالريحه جوا هنا في الكيس اللي لونه ذهبي. فهوريكم الحين كيف نحطه. وصله كذا شايفين هذه القطعه رطبه فيها ريحه الليمون. فراح نحطها هنا في الخلف وبعدين نركب المشبك هذا. فهذا هو المعطر. الوصلة حطيناها هنا وحطينا المشبك من الخلف وراح نشبكه في ريش التكييف. شوفوا معايا بهذا الشكل شايفين مكتوب عليها for you cute انثوية. Alright guys, I think كذا جينا على نهاية الفيديو. إن شاء الله أنكم استمتعتوا وأيضا استفدتوا, لأنه أحس مرة فيديو مفيد للناس البنات اللي دوبهم يتعلموا سواقة ويحتاجوا أشياء مهمة للسيارة. الحين راح أسوي لكم فيديو أكل. أكتبوا في الكومنتس فين متوقعين أنا رايحة وبس والله. فاللي مو مشترك بليز اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. Bye.